رايك راي جميع الشعب المغربي الا كانت اي حاجه غادي تضر الشعب في الجيب ديالو وغتاثر عليه كنظن انه المسؤولين خاصهم يراعيو باش ينقصوا من هذا الثمن هذا ديال هذه المنتوجات، ولكن يراعيو كذلك الناس والعمال اللي خدامين في هاد الوزينات وساكن حتى هما شنو الذنب ديالهم. ونتمنى ان شاء الله هذا المشكل يتحل في اقرب الاجل. اكيد شوف اي قلت انا مع الشعب اللي درا الشعب انا معه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.